هنيجي نشوف الـ regular expression شغالة كيف في البايثون، والفهم بتاع الـ regular expression بصورة عامة هو شنو. طيب في بعض المبرمجين بيكون عندهم مشاكل فبيقوموا يقولوا يحلوها بالـ regular expression، كده بقى عندهم مشكلتين. المشكلة أصلا حقتهم زيادة عليها كيف تستخدم الـ regular expression بصورة صحيحة وتكون غطيت كل البتن النمط اللي انت دايره فيها، لأن الـ regular expression انت بتديها نمط، النمط ده ممكن يكون string، سلسلة، جملة. بتقول باستخدام الـ regular expression ابحث لي عن الحاجة الفلانية بالنمط بتاعها ده، مثلا تكون بادية capital، تكون بادية أرقام في نصها في سلسلة، فانت بتحدد النمط الداير تمركه من الـ string دي، سواء انك دار تحذفه او دار تبدله او دار تسيبه في فايل براو وهكذا. طيب ونحن بنستخدم الـ regular expression ليه؟ ما في عندنا في الـ string كم function زي في الـ index، في الـ find، في الـ split، في الـ count، في الـ replace، ديل بيبحثوا لي جوا الـ string وبقسموها لي وبيبدلوا الحاجة اللي أنا دايرها، لكن الـ function ديل limited. يعني في الـ index function دي أنا بقوم بمرر لها الجملة اللي أنا دايرها hard coded بكتبها لها، ما زي في الـ regular expression. في الـ regular expression بقول لها بادية بكده، منتهية بكده، عبارة عن حروف، عبارة عن أرقام، فالتوصيف في الـ regular expression بيكون أفضل وبصل على النتيجة وبحصل على النتيجة اللي أنا دايرها. وغير كده في الـ function اللي بنستخدمه العاديين ديل زي find و index، السيرش بيكون فيهم كيس sensitive، أي إنه إذا بحد بدأت أبحث بالكابيتال لازم تشوف لي الكلمة بالكابيتال، لقيت بالسمول ما حترجع علي، فمعناته لازم أستخدم أول حاجة function تانية دول زي lower و upper. أقلب الجملة أول حاجة لـ upper case كان دار أبحث في upper case، أو أقلبها لي lower case كان دار أبحث في lower case وهكذا. نفس الحال الليميتيشن ده موجود في الفانكشنال الريبليس والسبليت. مثلا دي الفانكشن فايند بنستخدمها كده، ده فاريبل فيه والليست دي، اجي اقوم اقول لها باستخدام الفانكشن اندكس ابحث لي عن الاي، الاي هنا قاعده عندي 200 في الليست، بنبدا نحسب بالزيرو، معناتها حترجع لي ذا اندكس اوف اي اندكس اللي هو 1، الاي 0 الاي 1 وهكذا. إذا ما لقيت البدن اللي أنا دايره حترجع لي exception value error. ففي النهاية فيها limitation، يعني لو بحثت بالأبر كيس الإي دي ما حترجع لي وحترجع لي exception value error. لكن في النهاية ده بيرجع على حسب الهدف اللي أنا دايره، أنا داير أبحث عن شنو. فمثلا لو حاجة اللي أنا دايره حاجة بسيطة جدا فما هحتاج للregular expression، أستخدم المثل المختلفة بتاعت السترينج اللي بتكون أصلا بلدين شفناهم ديل، لأنهم بيكونوا أصلا سريعين وبسيطين وبسهولة بقدر أقرام في الكود. لكن 200 بستخدم الـ regular expression، لو لقيت نفسي مثلا داير حاجة فبقوم بستخدم الكود بطريقة غريبة، أقلبه لي أبر وأدخل جواه وإف، أستخدم جواه مرات function تانية زي split أو join، أقسم وأرجعه، فكده بصعب في الكود وممكن بعد كده ما يديني الحاجة اللي أنا دايرها 100%، فبقوم في الوقت ده بستخدم الـ regular expression. طيب فمعناته الـ regular expression هي powerful، وفي أغلبية الأوقات هي الطريقة الستاندر بنستخدمها في البحث والريبليس وبارسن للتكست، مع شنو؟ مع الكومبلكس باترن اوف كاركترز. وفي النهاية بالرغم من انه الريجولر اكسبريشن السينتاكس بتاعها غريب شوية، لكن النتيجة النهائية بتكون أفضل بكثير من ما انك تستخدم مجموعة من الفانكشن الغريبة تدخلهم في بعض بسينتاكس غريب. وغير كده الريجولر اكسبريشن ممكن أضيف جواها برضو كومنت، هنشوف ده كله كيف. والريجولر اكسبريشن في البايثون نفس الطريقة بتاعت البيرل والجافا سكريبت وبتاعت البي ام جي بي، يعني الواحد لو عنده معرفة في الريجولر اكسبريشن في اللغات دي هنا ما هيكون برضو عنده أي مشكلة وهتتسهل كلها إن شاء الله.